من القاهرة الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. سيد الفاضل، تفاصيل كثيرة في ظل تكثيف العمل على حل هذه القضية من زواياها المتعددة. طرأ الآن حديث الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما الفارق بين الاعتراف بالدولة وإقامة الدولة في المصطلح السياسي؟ بداية تحية الأخ الكريم لكل سادات والسادة المشاهدين الكرام. بالتأكيد الحديث عن الاعتراف بالدولة يختلف كليا عن القيام بالدولة بالمفهوم التنفيذي أقل تقديرا. الآن لدينا 139 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، ونحن نطالب بباقي دول العالم أن تعترف بالدولة الفلسطينية، أولا على الصعيد الدولي، وثانيا على الصعيد للأمم المتحدة. نحن بحاجة الآن إلى أن تعترف الأمم المتحدة بنا كدولة كاملة في الأرض. نعرف أنه في ديسمبر عام 2012 تم الاعتراف بنا كدولة مراقب في الأمم المتحدة نتيجة رفض الأمريكان للاعتراف بنا كدولة في مجلس الأمن، ثم أحلنا الموضوع إلى الأمم المتحدة ومنحنا دولة مراقب. الآن نحن نطالب أيضا في أن يكون الاعتراف الدولي بدولة على حدودها الجغرافية، ليس فقط حدود معنوية، وهذا بصراحة الخطر في ما يتحدث عنه الأمريكان الآن. الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون قيام، إذا الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون قيام فهذا قد ننتظر أيضا 20 عاما حتى نستطيع أن نقيم الدولة. لذلك القيام الدولة الفلسطينية يحتاج إلى إرادة دولية بالفعل، لأن هذا الأمر طبعا يحتاج إلى ضغط على الاحتلال للانسحاب من حدود الدولة الفلسطينية. تعرف أخي الكريم، نحن وافقنا على دولة حدود الرابع من حزيران عام 67 بما فيها القدس، ويتمثل 22% من أرض فلسطين التاريخية، في حين أن قرار التقسيم 181 منحنا دولة عربية على حدود 46% من أرض فلسطين التاريخية، والاحتلال 52%، ولكن الاحتلال في عام 48 احتل 78% من أرض فلسطين التاريخية، وبالتالي منح للأسف الشديد شرعية دولية على هذه الأرض التي احتلها. وبالتالي نحن بحاجة الآن تحويل الاعتراف أيضا إلى قيام الدولة الفلسطينية، ولكن في ظل عدم أو اختلال موازين القوى الآن، وعدم مقدرتنا على الضغط على الاحتلال، وعدم مقدرة العالم على الضغط الاحتلال للانسحاب من الدولة الفلسطينية، أقل أو أضعف الإيمان الحصول على اعتراف بدولة فلسطينية حدود. تقصد هنا دكتور أيمن أن الاعتراف لا يحتاج إلى مواجهة إسرائيل، أما إقامة الدولة قد يحتاج إلى التنسيق معها؟ بالضبط بالضبط، قيام الدولة يعني يحتاج إلى التنسيق معها، ويحتاج الضغط عليها للانسحاب من حدود الدولة الفلسطينية. لكن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وكشرط الاعتراف بها في حدودها الجغرافية، هذا سيؤسس في المستقبل إذا أصبحنا بالفعل عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وأصرت الاحتلال على عدم الانسحاب من حدود الدولة الفلسطينية، قد نبدأ في المحاكمة القضايا للاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الدولة الفلسطينية التي تحتل، هي عضو كامل ستكون وتحتل أرضها عضو كامل في الأمم المتحدة. هذا مشوار طويل في الصراع الدبلوماسي، لذلك نحن أحوج بأن يتحول الأمر إلى قيام دولة فلسطينية حقيقية، لأن آن الأوان لأن يكون هناك دولة فلسطينية تعيش بأمان في هذه المنطقة. أخي الكريم، تقصد أن الفرصة هنا مواتية، بمعنى أن الاعتراف أو يعد هذا الاعتراف أحد أهم المكاسب لأحداث 7 أكتوبر الماضي بحدوده الدنيا بالطبع؟ يعني الاحتلال يبرر أن عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعدم الذهاب للحديث عن سلام يفضي إلى قيام دولة فلسطينية هذا مكافأة لعملية 7 أكتوبر. هذا أمر مضلل، لأن قبل ذلك بكثير نحن نحارب على كل الجبهات، وقل تقدير الجبهة الدبلوماسية، نطالب أن نصل إلى قيام الدولة الفلسطينية، ولكن من كان يعيق ذلك بشكل كامل هو الاحتلال الإسرائيلي. اليوم لا يوجد داخل دولة الاحتلال لا يمين ولا حكومة ولا معارضة تؤمن بحل الدولتين أو تطرح فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. رأينا الكنيسة الإسرائيلي قبل أقل من شهر يصوت بأغلبية ساحقة لم تمر في تاريخه بعدم الاعتراف الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية. إذن لدينا مشكلة في الشريك الإسرائيلي، لا يوجد شريك. الفرصة الوحيدة التي كان بالإمكان الوصول بها إلى اتفاق هو في عهد رابين بعد أن وقعنا اتفاق أوسلو، لكن اغتالوا رابين حتى لا يكون هناك إكمال للمشروع السياسي، وحتى منذ حينه حتى الآن لم يأتي قائد يوافق على أن نصل إلى حل النهائي للصراع إلا أولمرت. وقالها أبو مازن في حينه أن عندما اتفقنا مع أولمرت ووضعنا اللمسات النهائية لكل شيء تم اعتقاله. إذن هناك من لا يريد، ونحن نسميها الدولة العميقة في إسرائيل، الصراع هذا أن ينتهي وأن يستمر، وبالتالي لدينا مشكلة كبيرة جدا. لكن يعني دائما نحاول أن نحل أزماتنا بشكل متدرج. إن تمكننا من الآن بشكل بسيط الاعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية كاملة في العضوية في الأمم المتحدة، ثم لاحقا نبدأ تباعا في ذلك الموقف العربي الصلب وثابت، والسداسية العربية التي اجتمعت مع بلينكن قبل يومين في القاهرة كان لها موقف واضح يفضي إلى قيام دولة فلسطينية على حدود الربع من حزيران
عام 67 بمفاي القدس مع وضع أيضا الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية في الحسبان، وهذا أصلا تنازل كبير جدا عربيا، ولكن من أجل أن نؤكد أننا كعرب نسعى إلى السلام وافق العرب على ذلك بمشاركة ممثلين عن الفلسطينيين، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والكرة في ملعب الإسرائيليين. ولكن واضح أن حكومة نتنياهو لن تذهب إلى السلام بشكل أو بآخر، وتجد الحرب حجة للهروب من كل هذه الالتزامات. نعم، أنطونيو غوتيريش للمرة الثانية يأتي إلى معبر رفح البري الآن في هذا التوقيت، ما الذي دعاه إلى هذه الزيارة، ولماذا اقتصر الحديث فقط عن البعد الإنساني وإدخال المساعدات؟ يعني الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الذي أعتبره أنا آخر المحترمين في هذه المؤسسة الدولية جاء إلى مصر للمرة الثانية، وذهب للقاء الجرحى في المشافي المصرية، استمع لمعاناتهم، ثم ذهب إلى معبر رفح ورأى المساعدات المتكدسة في مطار العريش وفي معبر رفح والذي يمنع دخولها الاحتلال الإسرائيلي، لينقل رسالة للعالم، وقال أنا جئت في شهر رمضان متعمدا أن أزور فترة في هذه الفترة بالتحديد لنرى حالة الجياع والمجاعة التي تتحدث في غزة. أنا أعتقد الأمين العام هو ينهي فترته، يؤكد أنه طبعا مع الإنسانية بكل معنى، وهو أنفنة الصراع بشكل عام مشكلة، ولكن الأمين العام حاول طبعا خلال الأشهر الماضية محاولة الوصول إلى رؤية سياسية، ولكن في ظل فشل ذلك حاول أن يؤنسن وأن يظهر الوضع الإنساني في غزة الذي وصل إلى حافة المجاعة وإلى الإبادة الاجتماعية. بالتأكيد أنا أعتقد كلماته مهمة جدا، لذلك رأينا وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس يهاجم بشكل مباشر ويتهم أن في عهده تم معاداة السامية بشكل كبير جدا، فقط أطلقت السهام من أكثر من جهة إسرائيلية على الأمين العام، حيث تحدث فقط عن إنسانية، تحدث عن عمليات قتل، تحدث عن مجاعة، ولم يتحدث عن شيء سياسي كما أشرت، لكن فقط تحدث عن وضع إنساني مزري في قطاع غزة، من آلاف الشهداء، من مجاعة طبعا تصل بشكل كبير جدا. رأى وهنا سؤال آخر اتصالا بهذا الحديث، لماذا يصر على الوقوف أمام معبر رفح البري؟ لأنه معبر رفح طبعا عنوان بشكل كبير جدا، هذه منطقة الحدودية، إصراره على معبر رفح لأن أيضا الاحتلال الإسرائيلي اتهم أن معبر رفح مغلق، هو جاء ليؤكد أن المعبر من يغلق المعبر هو الاحتلال الإسرائيلي، لذلك رأيناه يتهم الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل في المجاعة في غزة، وهو رأى بهم عين المساعدات التي تدخل، وهناك بنعرف قرار 27/17/20 الذي صدر طبعا حول المساعدات، ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة ولم يتم إدخالها حتى هذه اللحظة، جاء بشكل واضح ليؤكد أن معبر رفح لم يغلق، معبر رفح يمنع دخول المساعدات بعامل إسرائيل، لذلك هو لمح بشكل واضح وأشار بشكل واضح أن المساعدات موجودة بالأطنان ومن يمنع دخولها هو الاحتلال الإسرائيلي. يمكن أخي الكريم رأينا خلال الأيام الماضية وأمس هو محاولات يعني الهروب من أزمة الإسرائيليين هو عملية الإنزال الجوي، هو أفضل شيء أن ندخل المساعدات برا وأكثر كرامة، ولكن في ظل هذا الوضع الصعب رأينا جمهورية مصر العربية تقوم بعملية إنزال، وكذلك معها قوى دولية أخرى، معها الإمارات، الأردن سابقا، وأيضا دول عربية أخرى ودول قوى دولية أخرى تقوم بإنزال المساعدات إلى الشمال، وعدم وصول المساعدات للشمال لها عدة أسباب، أهم هذه الأسباب هو أن الاحتلال يقطع الطرق ويمنع وصول المساعدات إلى الشمال، أضف إلى ذلك أن الاحتلال يضرب كل طبعا يمنع الوكالة أن تستلم المساعدات الأونروا وتوزعها، وبالتالي تحدث حالة الفراغ، تضرب كل المؤسسات الشرطية التي تعمل في غزة التي كانت تحاول أن تنظم وصول المساعدات، وبالتالي المساعدات خلال الطرقات طبعا يخرج لها بعض الجياع من منطقة امتدادها من رفح حتى مشارف غزة، فتصبح الشاحنات خاوية حتى تصل غزة، هذا مقصود من قبل الاحتلال الإسرائيلي. طيب، والحديث عن المفاوضات، أنت هنا تحدثت عن عملية الإسقاط التي تطال أو تختص بمنطقة الشمال، والمفاوضات أو التسريبات التي تأتي من المفاوضات تتحدث أنه ضرورة خروج القوات الإسرائيلية من المنطقة الوصلة ما بين الشمال والجنوب بالتبعية وسط وصول المساعدات إذا دخلت بريا، هل ترى في ذلك رابط؟ يعني أنا أعتقد الاحتلال الإسرائيلي سيرفض بشكل كامل نتنياهو الذي يعتبر أن المعركة الحالية هي معركة شخصية، بالتالي هو مع استمرار هذه الحرب على غزة، لذلك حتى اليوم رأينا الرد على طبعا المطالب في اجتماعات الدوحة، حتى الآن الاحتلال كل يوم يأتي بعقبة جديدة لا يريد أن تستمر. الحديث عن السماح بالتحرك الشاحنات من الجنوب إلى الشمال، أن من يسيطر على الطرقات بشكل أساسي الإسرائيليين، لكن لدينا مشكلة وهي لا يجب أن نكون واضحين بها، لدينا بعض قطاع الطرق الذين ظهروا في نتيجة طبعا وأنا أعتبرهم شياع وليس نصوص بقدر المستطاع، لأن ليس لدينا معلومات كاملة، يقوموا خلال انتقال الشاحنات وهي عددها محدود جدا
للانتقال من رفح إلى حتى تصل للشمال أن يخرجوا ليأخذوا طبعا ما يستطيعوا أن يصلوا إليه، وهذا بمرأة من الاحتلال. لكن لو الاحتلال وافق على تأمين هذه الشاحنات من قبل جهاز شرطة أو من الإنارة كانت أقل ضررا، لكن الاحتلال معني بأن يحدث أولا ضربة للنسيج الاجتماعي الفلسطيني، ثانيا إحداث الفوضى في قطاع غزة قدر المستطاع، ثالثا أن تكون حتى عملية التوزيع فوضوية. يمكن المساعدات اللي وصلت الشمال عبر البحر تم استلامها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والأونروا وتم توزيعها بشكل منظم، هذا لم يروق للاحتلال، لذلك رأينا الاحتلال يهاجم الأونروا مرة أخرى وهو لا يريد لهذه المؤسسة التي قتل منها خلال هذه الأحداث 169 طبعا موظف حتى الآن، وهي الجسم الأكثر تنظيما والعدد موظفينه 13,000 في ظل استهداف الأجهزة الأمنية وبالتحديد جهاز الشرطة، فلا يبقى غير هذه المؤسسة التي تستطيع أن تقوم بهذا الدور. الاحتلال لا يريد لها أن تعمل حتى يحدث حالة الفوضى، وبالتالي انتقال المساعدات من الجنوب إلى الشمال حتى هذه اللحظة تمثل أزمة كبيرة جدا برا، إلا إذا أراد الاحتلال أقل تقدير أن يسمح بدخولها عبر طبعا كارني وهو في الشمال أو عبر إيرز وهي أيضا في الشمال، ولكن هو لا يريد ذلك حتى الآن. من القاهرة الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، شكرا لك إذ كنت معنا عبر الهاتف.